وجهة نظر. وجهة نظر. وجهة نظر. وجهة نظر. وجهة نظر. وجهة نظر. إذا إنسان تعرض لحالة دهس وينزف بين الحياة والموت، فأنت تسعف هذا الإنسان لو ما تسعفه؟ أسعفه. أسعف. 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 ما أسعف. ما أسعف. ما أسعف. بعد أن عرفنا آراء الموجودين وما بين يسعف أو ما يسعف، خلي نروح للناس اللي رادت تسعف ونسألهم شنو الشيء اللي خلاكم تسعفون هذا الإنسان؟ طبعاً راح أسعف إنسانياً، ما راح أقدر أتجاوز الحادث، وإذا كان خاصة يعني الحادث اللي ضربه تجاوزه وغادر المكان. إذا كنت أنا بمكان أو تعرضت لنفس الموقف، راح أحاول أن أجد من يساعدني. فنيتي إذا كانت المساعدة لهذا الشخص لوجه الله أو لوجه الإنسانية، فمن المؤكد بل من المحتم أن أقدم له المساعدة. مع كون تقديم المساعدة لواحد ممكن يموت، تتعرض لمسائلة قانونية ومسائل عائلية، بس هي حياة إنسان. أعتقد هواي أشياء أقل عنفاً من أن يموت واحد قدامك، وقضية تصير صعبة أنه واحد يموت وأنت ما تقدم له. أنا أصلاً تعرضت لموقف معين صار قبل سنوات، نفس الموقف تعرضت لحادث، ما لقيت أحد يسعفني، ما لقيت أحد ممكن يطلعني من الموقف اللي أنا به، فأكيد راح يكون هذا الموقف.